بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي عشاق النادي الأهلي وقناة الأهلي في كل العالم. كل العالم مش غلط قصدها. يوم يمارس الأهلي فيه سحرة. إبراهيم، أهلا بيك يا باشمهندس، وأهلا بيكم أعزائي المشاهدين. صباح التفاؤل، صباح الفرحة على كل الأهلوية إن شاء الله. المهندس عدلي بدأها بالسحر، والسحر كلام كبير جدا في القمة 120. تقصد إيه؟ لا، أقصد أن أتمنى أن يمارس الأهلي سحره الخاص في الأداء، في الروح، في المهارة الفردية المنصهرة في القالب الجماعي، في تحقيق النتيجة التي تسعد جميع الأهلوية. نتمناها مباراة بطعم النادي الأهلي. مباراة بطعم النادي الأهلي، القمة 120 فيها كلام كتير إن شاء الله تستمتعوا معنا فيه النهاردة. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل